أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب فأنه غفور رحيم. الله أكبر. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم.
حياك الله حياك الله ما شاء الله سبحانك رائع تراوح حلاوه والله العظيم سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور لقد حركت القلوب والله العظيم يا محرك القلوب يا ملك النقمات الله يفتح عليك وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني على بينة من ربي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي
ما تستعجلون به. ما شاء الله جميل. الله يفتح عليك. ما شاء الله شيخنا. إن الحكم إلا يعلمها إلا
له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله أكبر. سبحانك يا رب، ما شاء الله، مميز يا شيخ هرم، أحسنتم. ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. تكبير. تكبير. حياك الله شيخ، ما شاء الله، عند فارس القراء يا شيخ هرك، ما شاء الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما شاء الله، ما الوشم الجديد شيخ حرك، ما شاء الله عليك. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب تكبير. ما شاء الله شيخ، أنت تقرأ من قلبك والله، تقرأ وتفسر، ما شاء الله. وهو الذي يتوفاكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ليقضى أجل مسمى قل بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ما شاء الله والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله أنت فارس القرى أنت النجم اللامع يتلألأ في سماء القراءات ما شاء الله ربنا يغفر فيك ما شاء الله الله أكبر سبحانك سبحانك يا رب ما شاء الله وهو القاهر فوق ويرسل عليكم حفظة يرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة ربنا يحفظنا جميعا الله يرسل عليكم حفظة الله أكبر حتى أحسنتم وزينتم ما شاء الله ذكرنا شعشعي ما شاء الله نورت القلوب ونورت هذه الديار ونورت بلاد الهند
بتلاوتك العطرة الشاعية الراعية ما شاء الله. قال الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. حقا وأديت وجودت ما شاء الله. ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله حاسبنا حسابا يسيرا. تقبل الله للجميع. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. مميز ما شاء الله. مميز والله العظيم. شيء حرك الله يفتح عليك. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. جميل جدا. زدنا وعلمنا يا شيخ. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية مما نحن فيه. الله الله. وإنا على ما نحن عليه. من فضلك يا الله يا رحمن. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. حياك الله شيخ. كأنك تقرأ وكأنك تدعو الله عز وجل وهو يتقبل. الله تقبلين ما شاء الله. يقبل التوبة. الله الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من تذكرت الشيخ محمد صديق المنشاوي. أنت مجموع القراء ما شاء الله والله العظيم.
انك انت فارس القراء وانت شمس شمس القراء بازقة على رؤوس القراء ما شاء الله بارك الله فيكم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر. الله أكبر ما شاء الله أحسنت وأجمل أجبلت يا شيخ خالد تذكرت المنشاوي ما شاء الله تقبل الله ما شاء الله بارك الله فيك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. جمعت قلة وحديثة ما شاء الله شفت علي. وكذب بي قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. صلى الله على حبيبه صلوا على النبي لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كأنك تفسر ما شاء الله. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. ذكرت وجمعت قديما وحديثا ما شاء الله شيء حرك. الله يفتح عليك انت مجموع القراء ما شاء الله. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يا سلام سلم الله. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. سبحانه يا رب اذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. مميز. اللهم
لا أقسم بهذا البلد وأنتقل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان تكبير ما شاء الله شيخ حرم نورت القلوب ونورت بلادنا على العلم بارك الله تقبل الله لا أقسم بها تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر ما شاء الله يا قاري العالم مستوى العالم قاري شاب ما شاء الله يا محرك القلوب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين ولديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما تعلم المقامات وأنت تفسر القراءات والقرآن الكريم ما شاء الله جزاكم الله زدنا وعلمنا يا أستاذ ما شاء الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن
ساجدين فلو اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ما شاء الله شيخ أبكيت القلوب هذه العيون تدمع والقلوب تخشع ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق صلوا على حبيبي صلى الله على النبي خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم زدنا ما شاء الله ربنا بارك فيك تقبل الله لا لا إله إلا الله
لا إله إلا ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله الله أكبر ما شاء الله شيخ تكبير شيخ أرق هذه القراءات تنشر في العالم تكبر الله من الحمد يتكبر الله يتصلون به هم يقبلون زميلنا الشيخ حرق ما شاء الله تكبر الله منا ومنكم جزاك الله في خاصة في مدينة أحمد أباد ما شاء الله ربنا يتقبل يقبل سلام أهلا وسهلا الله أكبر الله الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر تكبير تكبير علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم جزاكم الله ما شاء الله تقبل الله تقبل الله منا ومنكم جميعا بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حياك الله ابو بياض ايها الشيخ حرم نشكركم على هذه التلاوه الممتعه المنعشه الرائعه المنوره